مثل ما تلاحظون أود أن أطمن الجميع أنه الساعة 2000 الآن اليوم 7 نيسان 2022 نمارس في منتدى السلالكة العمل التجاري وحركة الشاحنات لغرض نقل المواد الغذائية وبإشراف مباشر من السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي وتنفيذا لتوجيهاته لمتابعتنا المباشرة لغرض دخول المواد الغذائية إلى أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء البصرة الفيحاء على وجه الخصوص، ونأمل خلال الأيام القادمة أن يتزايد حجم التبادل التجاري، وذلك لموافقة وزارة الزراعة بالموافقات الأصولية لإطلاق إجازات الاستيراد. وشكراً.